السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هابي ام. بعد ما عرفنا ازاي نعمل تيبلز وكويريز وفورمز، دلوقتي عايزين نشوف ازاي نقدر نطبع تيبل او كويري. علشان اقدر اطبع تيبل او كويري، انا محتاج الاول اعمله ريبورت، احوله لتقرير علشان يبقى نسخة قابلة للطباعة. بعمل الكلام ده ازاي؟ اسهل طريقة ان انا بقف على الكويري او التيبل اللي انا عايز اعمله ريبورت، واروح من تاب كرييت، اختار كلاينت ريبورتس، واضغط على كلمة ريبورت. على طول بيحول لي الكويري او التيبل ده لريبورت او لتقرير. خلينا نشوف ازاي نقدر ننسقه بشكل مناسب للطباعة. لو بصيت على الريبورت اللي اتعمل ده، هلاقي ان عندي حدود الصفحة، دي حدود الصفحة اهي او الهامش ده، قاطع عمود او قاطع فيلد من النص. يعني لو انا رحت دلوقتي على معاينة الطباعة، هلاقي ان عندي هنا فيلد مقطوع من النص. لو رحت على الصفحة التانية، دي بقيته. طبعا ما ينفعش يكون شكله كده، فأنا محتاج بعد ما أعمل التعديلات بتاعتي على الريبورت أعدل الأعمدة علشان تبقى موجودة في الصفحات مظبوط. هقفل معاينة الطباعة دي بكلوز، وهبتدي أشوف. الأول أنا أقدر أتحكم في عرض الأعمدة بتاعتي، بس ألاحظ إني لما بعمل كليك على رأس العمود هنا، أنا ما حددتش كده كل الفيلد. فبعد ما بقف عليها بكليك، بضغط شيفت وبختار باقي الخلايا بإني أعمل كليك على أول خلية في العمود، وبعدين اقدر دلوقتي اضيقها شوية علشان ادي نفسي مساحة اكبر، لاني مش محتاج المساحة دي كلها للنص اللي مكتوب جوه الفيلد ده. بس اخلي بالي وانا بضيق، يعني انا عندي هنا ارقام لكن محتاج ان الكلمة دي تبقى ظاهرة كلها، فبلاش نضيق قوي، او نبقى متأكدين ان عندنا اسم الفيلد نفسه والمحتويات بتاعت الفيلد. شايفين دلوقتي احنا ابتدينا نرحل وناخد مساحات مختلفة من الفيلد دي. طبعا اخر حاجة هعملها ان انا اظبطهم. خلينا نشوف باقي الاعدادات اللي ممكن نعملها. انا لو بصيت فوق هلاقي ان عندي هنا التاريخ والوقت، ولو نزلت في الاخر ورحت كده هلاقي ان عندي ترقيم صفحات. طب انا عايزة اشوف الكلام ده بالظبط واحدد انا مكانه بايدي، بعمل ايه؟ رايت كليك وبروح على الديزاين فيو. في الديزاين فيو هلاحظ اني شايف هنا حاجة اسمها ريبورت هيدر وبيج هيدر، وحاجة اسمها بيج فوتر وريبورت فوتر. المقصود بالريبورت هيدر والريبورت فوتر ان الحاجة اللي مكتوبة فيهم دي هتظهر في اول واخر الريبورت مهما كان عدد صفحاته، بمعنى ان كلمة انفنتوري سمري هتظهر عندي في اول صفحة في الريبورت فوق في الهيدر، باقي صفحات الريبورت مش هيظهر فيها الكلمة دي، والسم او المجموع ده هيظهر عندي في اخر صفحة من صفحات الريبورت في الفوتر، لكن في باقي الصفحات مش هيكون موجود. اما بقى البيج هيدر والبيج فوتر، دول اللي موجود فيهم هيظهر عندي في كل صفحات الريبورت. لو هو صفحتين، لو هو 10 صفحات، في اول كل صفحة هلاقي البيج هيدر، وفي اخر كل صفحة هلاقي المحتوى بتاع البيج فوتر. يبقى الفرق بين الريبورت هيدر وفوتر ان ده بيظهر في اول الريبورت واخره ايا كان عدد صفحاته، لكن البيج هيدر والبيج فوتر بيظهروا عندي في رأس وتزييل كل صفحة في الريبورت. هوسع هنا شوية البيج فوتر، ممكن احط فيه اي نص انا عايز اكتبه، لوجو، اكتب فيه تكست، اي نص، احط فيه اي اضافة انا عايز احطها. فنبقى عارفين ان التقسيم اللي قدامنا ده في الديزاين فيو هو ده التقسيم العام للريبورت. انا طبعا مش شايف هنا عندي حاجات كتير، لانه بيقول لي ان عندك الديتيلز اللي هتبقى موجودة، جايب لي بس اسامي المحتويات اللي هتبقى موجودة، اللي هو اسم الفيلد او اسم العمود، لكن طبعا مش هيجيب لي المحتوى في الديزاين فيو. انا اقدر من هنا اغير اي حاجة انا عايز اعملها، حتى لو هاخد حاجة واحدة بس زي دي مثلا، واعمل رايت كليك عليها واغير اللون بتاعها، ممكن اعمله. ممكن ادي اي حاجة عندي هنا تأثير من التأثيرات، مثلا الكلمة بتاعت inventory summary ممكن اعمل عليها رايت كليك واضيف عليها مثلا افكت من دول كده، وارجع تاني على report view هلاقي ان انا عملت التعديل ده، غيرت الشكل بتاعها او اديتها اي افكت او تأثير. مش عايز التاريخ والوقت، ممكن اروح اعمل كليك عليهم واضغط ديليت من الكيبورد واشيلهم خالص. فبقدر هنا من الديزاين فيو اعمل اي تعديلات عامة على الشكل بتاعي. ممكن كمان وانا واقف في اللاي اوت فيو اعمل برضو اي تعديل انا عايزه ياخد لون معين او خلفية بلون مختلف. هروح على الالوان وهديه اي لون خلفية انا عايزه بالشكل ده. طيب لو بصيت على البيانات بتاعتي، هلاقي ان عندي بيانات متكررة، يعني مثلا سبلاير دي موجود هنا، وبعد بيانات شوية بلاقي تاني سبلاير دي،
وسبلاير سي مكرر وبي وهكذا، في تكرار في البيانات. طب ما انا الاحسن ليا ان انا لما اعمل الريبورت ده اعمل جروبنج، اعمل تجميع لبيانات كل سبلاير من دول لوحدها في مجموعة عشان يبقى الشكل منظم اكتر. بنعمل الكلام ده ازاي؟ لو رحت على ديزاين هلاقي عندي جروب سورت، لو عملت كليك عليها بيفتح لي تحت كده جزء زيادة منه بتحكم ايه اللي انا عايز اضيفه. انا هقول له اد جروب، لما بعمل كليك عليها بيفتح يقول لي انت عايز تعمل جروب على اساس ايه، ايه في دول هتعمل عليه جروب، هقول له سبلاير اي دي. شايفين لما عملت كليك عليها ايه اللي حصل؟ جاب لي هنا بترتيب ابجدي السبلاير بي وتحته كل البيانات الخاصة بيه. لو اتحركت كده هلاقي سبلاير سي وتحته كل البيانات الخاصة بيه، سبلاير دي كل بياناته، وهكذا. يبقى انا قدرت اعمل تجميع او قدرت انظم البيانات بتاعتي بشكل احسن. ممكن اعمل سورت للبيانات جوه كل جروب من دول، بمعنى مثلا ان انا عندي الستاندرد كوست هنا رقم كبير ورقم صغير وهكذا، ممكن اعمل لها هي كمان سورت او فرز، فممكن اقول له اد سورت، هيقول لي عايز تعمل سورت على اساس ايه، هقول له الستاندرد كوست. لما بعمل كليك عليها هلاقي الارقام دي ترتبت من الصغير للكبير، ممكن طبعا اغيرها لو انا عايز اغيرها من الكبير للصغير، فانا قدرت جوه الجروب الواحده اعمل سورت او اعمل فرز للبيانات. ايه كمان اقدر اعمله؟ انا ممكن لما اجي اطبع الاقي مثلا ان الصفحه بتاعتي خلصت هنا عند الصف ده بالعرض كده، فباقي المجموعه بتاعت سبلاير دي اللي هم البيانين او ريكوردز دي الاتنين دول نزلوا في صفحه جديده، يبقى كده البيانات بتاعت سبلاير دي بقت مقسومه على صفحتين. ده ما يبقاش كويس في الطباعه، والمفروض ان انا اجمع بيانات كل سبلاير مع بعض او كل جروب تبقى بياناتها مع بعض في نفس الصفحه. انا هعمل الكلام ده ازاي؟ انا هخلي اكسس يعملهولي، هنزل تحت هنا وهضغط على كلمه مور، هيفتح لي اوبشنز كمان زياده فيها اوبشن الديفولت بتاعه don't keep group together on one page، لأ أنا هغيرها وهقول له keep whole group together on one page. كليك عليها كده هو هيعمل حسابه حتى لو الصفحة خلصت. مثلا في وسط جروب من دول، لأ هو هيعمل ايه؟ هيجمعها لي، هيشوف الأنسب، هيضغط الخلايا ويرفعها في الصفحة الأولى، يا إما يوسع المساحة شوية وينزل لي الجروب كلها على بعضها في الصفحة التانية. يبقى أنا كده بنظم الريبورت بتاعي علشان يطلع شكله في الآخر كويس. أقدر أعمل إيه كمان؟ أقدر أعمل توتالز أو مجاميع لكل جروب من دول. هفترض مثلا إني عايز أعرف الستاندرد كوست بتاعت كل سبلاير من دول لوحده، بعمل إيه؟ بقف في العمود اللي أنا عايز أعمل له توتالز وأروح عند كلمة توتالز، ممكن أعملها صم مجموع، ممكن أعملها أفريج، زي ما أنا عاوز بختار الأوبشن اللي أنا عايزه أو الفانكشن اللي أنا عايزها. أنا هختار صم. لما بعمل كليك عليها خليني اتحرك كده هلاقي ان هو فعلا ضاف لي بعد كل مجموعه، بعد كل جروب ضاف لي الصم بتاعها. انا لما بتحكم في ارتفاع الصف شايفين بيغير فيهم كلهم مع بعض، مش محتاج اغير ارتفاع الصف لكل خليه لوحدها، انا بقف في اي واحده فيهم واعمل التعديل بتاعي هو اوريدي بيعمله على الباقي. فانا كده قدرت اعمل جروبنج مجموعات للبيانات، لو في بيانات مكرره لا جمعها لي كلها مع بعض. قدرت ان انا احافظ على الجروبس دي كلها في الطباعه، تطلع كل جروب في نفس الصفحه ما تتقسمش على صفحتين. قدرت اعمل توتالز او مجاميع لكل جروب اعرف المجموع بتاعها ايه. ممكن مثلا اغير اللون بتاع الخليه دي، هروح على الديزاين فيو وهقف على الخليه بتاعت التوتال دي واعمل رايت كليك واقول له اللون جواها يبقى لون مختلف، حاجة خفيفة كده مثلا، وارجع تاني للريبورت فيو علشان اميز الخلية بتاعت التوتال دي انا اديتها لون مختلف علشان تبقى واضحة قدامي في الشكل النهائي. ممكن كمان اروح على اللي اوت فيو احدد الجدول بتاعي كله، واروح على فورمات، واروح على شيب اوت لاين واقول له ترانسبيرنت، يعني انا مش عايزة اي خطوط او اي حدود للخلايا بتاعتي. لو رحت تاني على ريبورت فيو هلاقي ان انا شلت كل الحدود اللي كانت موجودة حوالين الخلايا، لكن الالوان بتاعتي هي دلوقتي اللي بقت بتميزها وهي اللي بتوريني فين التوتالز وفين كل صف بلون مميز. ممكن نغير كمان في السيم، ناخد اي شكل تاني بالوان تانية، واحنا شايفين طبعا كل ما بغير السيم بيتغير معايا الخط، فكده انا شايف الخط ده بقى اوضح
وممكن أحدد الصف ده كله، أروح على فورمات وأضغط على حرف البي علشان يعمل لي رؤوس الأعمدة بخط مميز أكتر أو بخط بولد يبقى شكله أوضح. وزي ما قلت قبل ما نبتدي مرحلة الطباعة، هنبقى محتاجين إننا نعدل في عرض الصفوف علشان نقدر نحافظ على إن البيانات بتاعتنا تطلع كلها في صفحة واحدة، ما يبقاش عندي حاجة الحدود بتاعتها مقطوعة، أو ألاقي إن عندي عمود موجود جزء منه في صفحة وجزء في صفحة تانية. كل التعديلات دي بنحتاج إننا نعملها، ونقدر نروح نعمل معاينة للطباعة من Option Print Preview ونشوف شكل الريبورت بتاعنا في الطباعة. طبعا بتنقل بين الصفحات من هنا وأقفل معاينة الطباعة من هنا. والأوبشنز بتاعة الطباعة أو البيج سيت اب هي نفسها اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، سايز وميرجنز، وأقدر أقول له وريني الهوامش أو لأ، بس ده أوبشن مش خاص بالطباعة، ده خاص بالعرض قدامي بس من هنا. وأقدر أعمل الصفحة بورتريت، لاندسكيب، بيج سيت اب بتفتح لي نافذة فيها نفس الأوبشنز اللي موجودة هنا. لو عندي البيانات بتاعتي مثلا عمودين أو ثلاثة بس، ممكن أعمل أقسم الصفحة بتاعتي لجزئين ويجيب لي باقي العمود جنبه، ما يبقوش الأعمدة كل جزء في صفحة. يعني نقدر نغير في الأوبشنز دي قبل مرحلة الطباعة. خلينا بقى نجيب الفورم بتاعنا في شكله النهائي ونفتح نفس الجدول، وده شكل الكويري العادي، وده شكل الريبورت اللي احنا ممكن نطبعه. في اوبشن كمان في اكسس نقدر نستخدمه، احنا اتكلمنا عنه قبل كده في اكسل لكن موجود معانا هنا في اكسس. خلينا نروح على اللاي اوت فيو ونقف مثلا عند تارجت ليفل، عند العمود بتاع تارجت ليفل، ونروح من فورمات عند كونديشنال فورماتنج. لو فاكرين كونديشنال فورماتنج اللي كان بيدينا مؤشر او الوان بتبين لنا الخلايا اللي اكبر من او اصغر من، او بتدينا مؤشر كمان زي الرسم البياني كده يوضح لنا الخلايا الاكبر والاصغر، لو ضغطت على كونديشنال فورماتنج هيفتح لنا نافذة زي اللي اتكلمنا عنها في اكسل. اقدر من هنا اختار العمود، لو انا مش واقف عنده ممكن اختار اسمه من هنا، انا اوريدي واقف عليه، هقول له نيو رول. انا لو سبته على الاوبشن الاول، خلينا برضو نجربه، يبقى انا بقول له حدد لي ارقام معينه. يعني مثلا لو جبت بتوين، خلينا على بتوين، انا ممكن اقول له ايكوال تو، الارقام اللي تساوي كذا، الارقام اللي اكبر من كذا، اللي اقل من كذا. انا هقول مثلا اللي بتوين بين الستين والاربعين، وهقول له هنا يعمل فيها ايه، يعمل مثلا اللون بتاعها ازرق ويخليها بولد علشان تبان. هقول له اوكي في الشاشة دي، نيجي كده على جنب شوية ونقول له هنا ابلاي، هلاقي انه الارقام اللي عندي اللي بين 40 و60 هي اللي هتاخد اللون. انا ممكن اقول اوكي بس عشان اطلع من الشاشة، نفذ لي الاوبشن. طيب خلينا نجرب طريقة تانية، برضو هروح على conditional formatting، هقف على الشرط ده وهقول له delete rule وهقول له ابلاي، خلاص رجع لي اللون عادي. هروح تاني على نيو رول، المرة دي هختار الاوبشن التاني اللي بيديني درجات الالوان اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. لو حطيت علامة صح قدام كلمة show bar only هيشيل الرقم ويحط لي الالوان دي بس، لكن انا طبعا عايز الارقام تبقى هي كمان باينة، مش هحط هنا علامة صح، هختار بس من هنا اللون اللي انا عايزه. هنفترض اننا عايزين اللون ده مثلا، وهقول له اوكي ابلاي. لو بصيت او اوكي برضو لان انا خلاص مش هنشتغل حاجة تاني فيها، هلاقي ان هو اداني المؤشر زي ما احنا شايفين اهو، المؤشر بتاع اللون بيقول لي ايه الخلايا اللي اكبر وايه الخلايا اللي اقل. فممكن استعمل اوبشن زي ده كمان برضو مع الريبورت، بحيث انه يديني مؤشر واضح على الارقام القليلة والارقام الكبيرة. خلينا نجرب كمان نعمل ريبورت من اكتر من تيبل. هنروح نعمل الكلام ده على الداتابيز الصغيرة بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها للكورسات. هاجي هنا وعايز اعمل ريبورت اطبع فيه اسامي الكورسات وبياناتها وبيانات كل طالب بياخد الكورسات دي. هروح على ريبورت ويزارد، اعمل كليك عليه، هيفتح على النافذة دي، اختار منها الجداول اللي انا عايز اجمع منها البيانات. انا عايز من الكورس تيبل كل البيانات اللي فيه، وعايز من الستودنت تيبل كل البيانات. بس الاحظ اني لما اختار كل البيانات هيجي عند الكورس اي دي لانه مكرر، ولازم يكتب قدامه ان ده الكورس اي دي بتاع جدول الكورسز وده الكورس اي دي بتاع جدول الستودنت، فانا مش محتاجه من جدول الستودنت، فهعمله
استعادة كده علشان ما يكتبليش كلمة تيبل كذا وتيبل كذا، يبقى انا عندي كورس اي دي واحد بس انا مش محتاج غيره. هضغط نيكست، بيقولي انت عايز تقسم البيانات بتاعتك، تحط بيانات الكورس الاول وبعدين الطلبة. اوكي انا عايز كده، هضغط نيكست. بيقولي عايز تعمل جروبينج، يعني تجمعهم على اساس حاجة معينة، انا عايز اجمعهم على اساس الكورس نيم، اسم الكورس يبقى هو الاول وتحته باقي البيانات. هضغط على كلمة كورس نيم، ينقلها لي بالشكل ده، فهيبقى عندي الكورس نيم وبعدها بيانات الكورس وبعدها بيانات الطلبة اللي بياخدوا الكورس ده. هضغط نيكست. بيقول لي عايز تعمل اي ترتيب ابجدي، مش هيفرق معايا ترتيب ابجدي او تنازلي او تصاعدي، مش مشكلة. هضغط نيكست. هنا بيقول لي عايز شكل البيانات تترتب ازاي. انا الانسب ليا هنا ان انا اختار التنظيم بتاع اوتلاين، هيجيب لي اسم الكورس، بياناته، بيانات الطلبة اللي بياخدوا الكورس. ولاني عارف ان البيانات بتاعتي هتبقى كبيرة قوي بالعرض، يعني هتاخد مساحة كبيرة، فخلينا نشيل علامة الصح من كلمة adjust the field width so all fields fit on a page. انا مش عايز كل الفيلدز تبقى في صفحة، كده هيضغطهم قوي وشكلهم هيبقى مش مظبوط، فاشيل علامة الصح من هنا وهقول له next. وانا هعمل فورمات بعد كده بايدي للعرض بتاع الاعمدة، هسميه بأي اسم أو أسيبه على الديفولت مش مشكلة، وهقول له finished. بيجيبني على طول على شكل الطباعة بتاعة الملف. أنا عايز أعدل شوية لأني شايف إنه البيانات مش زي ما أنا عايز، أنا مش عايزها بالشكل ده، فهروح على اللي اوت فيو وأبتدي أنظم البيانات بتاعتي بالشكل اللي أنا عايزه. أوكي أنا عندي الكورس نيم وتحته بيانات الكورس، بيانات الكورس مش مظبوطة قوي، فبعمل كليك على الاثنين كده مع شيفت واسحبهم، انا ضاغط وبسحب بالماوس لما احطهم في المكان اللي انا عايزه. انا عايزهم يبقوا قريبين كده، وعايز برضو البيان ده اقربه، لما تبقى الارقام تحت بعض هلاقي المساحة عندي كبيرة، هضيق كده واجيبه هنا كده. البيانات بقت تحت بعض. عندي برضو التليفون انا شايفه رايح بعيد قوي، بعمل كليك عليه وبسحب، ممكن اسحب بايدي او اعملها بالماوس لو انا حاسس اني ممكن المكان يبقى مش مظبوط معايا، ممكن اعملها من الكيبورد بالاسهم. فانا بعد ما حددتها بضغط على السهم شمال علشان اجيبها الناحية دي كده، وهاخد الاتنين دول كمان واضغط بالماوس لما اقربهم للمكان اللي انا عايزه. لو بصيت على البيانات بتاعتي دلوقتي، ده شكل الريبورت، هلاقي ان عندي اسم الكورس، الكورس اي دي، البيانات بتاعت الكورس كلها كاملة قدامي اهي، كل كورس تحته البيانات بتاعته، وعدد الاشخاص اللي بياخدوا الكورس ده ببياناتهم موجودة تحته، الستودنت اي دي والفيرست نيم والتليفون والديت اوف بيرث، كل بيانات الطالب موجودة تحته. ممكن مثلا نروح على الديزاين فيو، انا مش عايز التواريخ دي تبان، وبيانات الصفحة دي اللي هو الترقيم اجيبها كده واوسع شوية المساحة بتاعتها وانزلها تحت بالشكل ده علشان ابعدها. اروح تاني على ريبورت فيو، انا كده بعدت شوية الترقيم بتاع الصفحات لانه كان قريب. ممكن اغير بقى في السيم، لو انا عايز السيم ده مش عاجبني شكله ممكن اغير في السيم لألوان تانية، ونعمل اي تعديلات احنا عايزينها. المهم ان انا قدرت اجمع بيانات من اكتر من جدول علشان اطبعها في ريبورت واحد، وعملت لها جروبينج زي ما احنا شايفين على اساس اسم الكورس، او لو احنا مثلا بنتكلم في منتجات ممكن على اساس المنتج، على اساس اسم العميل، اي بيان احنا بنختاره. وانا بستعمل ريبورت ويزارد اقدر احدد له يعمل جروبينج على اساس ايه. عندنا كمان نافذة ممكن نستعملها في الفورمز وممكن نستعملها في الريبورت، خلينا نفتحها، اللي هي نافذة البروبرتي شيت. دي فيها كل حاجة تخص أي ليبل من دول، يعني أي حاجة بقف عليها بلاقي الأوبشنز إيه بتتغير على حسب المكان اللي أنا واقف فيه، كل ما يخصه من فورمات داتا ايفنت، أي حاجة لها علاقة بيه أقدر أعدلها من هنا، زي ما بعملها من الأيكونز اللي فوق دي أو من التولز اللي فوق أقدر أعملها من هنا. ممكن أجي مثلا على الكورس نيم وأروح على الباك جراوند كولر وأختار لها كولر تاني كده مثلا، شايفين ان انا غيرتها. ممكن اجي اقف على الشريط ده واختار له هو نفسه كولر تاني، باك جراوند كولر كده مثلا،
انا طبعا ما بعملش شكل تنسيق او فورمات ممكن نستعمله، انا بعمله كده بس علشان احنا نشوفه او نعرف هو بيتعمل منين وازاي، لكن طبعا الالوان كده مش مناسبة. انا بختار اي حاجة. اي تغيير في التنسيقات احنا عايزين نعمله ممكن نعمله زي ما قلت من هنا، زي نفس الاوبشنز اللي موجودة عندنا فوق بتاعة الفورماتنج وكل الحاجات دي، هي برضو اللي موجودة عندنا هنا في البروبرتي شيت، لكن هنا بنحتاج اننا ندور عليها شوية علشان نعدلها. يعني ادور على اوبشن معين في وسط المجموعة دي كلها، وانا عندي هنا تولز فوق ممكن استعملها. هنقفل البروبرتي شيت من الايقونة دي، بقدر افتحه او اشيله من قدامي لو عايز استعمله، ونرجع تاني نشوف شكل الريبورت. كده شفنا ازاي نقدر نعمل من اي تيبل او كويري شكل ريبورت قابل للطباعة، او اجمع البيانات بتاعتي من كذا تيبل او كذا كويري زي ما احنا عايزين، ونعمل لها جروبينج ونعمل لها توتالز. كل الاوبشنز دي نقدر نتحكم فيها واحنا بنعمل الريبورت عشان نطبعه.